زي كفن تبع الموجة. نأكدوا النتيجة اللي وصلنا لها في البداية أنه تم تنظيف البلاد من الفيروس كوفيد. حبينا نعمل عملية أخرى علمية رمزية. إحنا كوزارة الصحة قررناها بالتعاون مع وزارة السياحة للتأكيد ولتقديم دليل إضافي على نقاوة البلاد من الفيروس كوفيد. وتمثلت العملية في إجراء 3000 تحليل PCR، 3000 تحليل PCR، ماهوش تيست رابيد، PCR تحليل مخبري بطريقة جديدة. تربحنا شوية وقت وتقتصد شوية في الكيت متاع التحليل، وكانت هذه النتيجة مؤكدة لما وصلنا إليه في حملتنا لمقاومة الكوفيد، وبينت لنا أن جربة ومن خلالها كل التراب التونسي، لأن جربة تعرفوا الانسيدونس متاع المرض كانت عالية فيها، جربة كعينة من البلاد بينت أن البلاد بكلها وخاصة جربة خالية من المرض الكوفيد، ولقينا في 3000 تحليل صفر حالة إيجابية، صفر حالة إيجابية، أي صفر حالة مصابة بالكوفيد. وأهمية الاختبار هذا كذلك هو أنه خذينا عينات عشوائية من كل المناطق، عينات عشوائية خذيناها من كل مناطق جربة، وبالتالي التراب التونسي إلى حد الآن هو خالي من الإصابات الأفقية ومن الإصابات المحلية. لكن كما تعرفوا اللي احنا فتحنا الحدود ولا ثم حالات وافدة احنا الآن نكتشفه ونعالج. ولذلك الخبر الأساسي اللي حابين نعطيه لكم اليوم هو أنه من خلال هذه العملية اللي تمثلت في 3000 تحليل، التراب التونسي خالي من الكوفيد وخاصة مناطقنا السياحية. وأنا أريد أن أحيي كل رجالات الصحة ونسائها، أو كل نساء الصحة ورجالاتها، لأنه بالوادو ماس نساء أكثر، اللي قادوا العملية هذه وخدموا ليلا نهارا، وكانت فيه لوجستيك كبيرة باش يخدموه وأنجزوا هذه العملية. ومخابرنا اللي شاركت في ذلك مثل المخبر المرجعي بشرنيكول، والناس اللي في الإدارة الجهوية متاع مدنين والإدارات الجهوية المجاورة اللي قاموا بعملية مساندة بالأعوان. فنشكرهم الكل على هذا الجهد اللي هو كما قلت هدية علمية تتمثل في الرقم الكبير متاع التحليلات، واللي نأكدوا به سلامة بلادنا من الكوفيد والحمد لله. بالطبيعة ما نحبش نخلط المواضيع، ماذا بي نقول لكم ردوا بالكم، ماذا بيكم نقول لكم التوقي، لكن خليته نحكي لكم في بلاصة أخرى.